Assalamu alaikum. Hello everyone and welcome to my channel. In this video, we will learn useful phrases for buying food in Sudanese Arabic. Here are some helpful shopping phrases in Sudanese Arabic. We will start by learning phrases for buying. الشراء. في سوبر ماركت قريب من هنا. في سوبر ماركت قريب من هنا. وين بقدر أشتري أكل هنا؟ وين بقدر أشتري أكل هنا؟ في مخبز بيجاي. في مخبز بيجاي. وين ممكن أشتري عيش؟ وين ممكن أشتري عيش؟ أنا بفتش على فواكه. أنا بفتش على فواكه. بتبيعوا مكرونة هنا؟ بتبيعوا مكرونة هنا؟ بتعرفي وين ممكن ألقى جبنة؟ بتعرف if you're asking a man. بتعرفي if you're asking a woman. أنا دايرة كيسين سكر. أنا داير if you're a man. أنا دايرة if you are a woman. حوالي 400 جرام. حوالي 400 جرام. أقل شوية. أقل شوية. ممكن تطلبي لي. تطلب if you're asking a man. تطلبي if you're asking a woman. بكم ده؟ بكم ده؟ ممكن أذوق؟ ممكن أذوق؟ حشيله. حشيله. واحد كيلو جزر لو سمحت. واحد كيلو جزر لو سمحت.
ما عندي قروش كفاية. ما عندي قروش كفاية. ممكن كيس بلاستيك. ممكن كيس بلاستيك. كده خلاص. شكرا. كده خلاص. شكرا. And here are phrases for paying. الدفع. أدفع وين؟ أدفع وين؟ بكم كله؟ بكم كله؟ حدفع كاش. حدفع كاش. معليش ما عندي فكة. معليش ما عندي فكة. ممكن أدفع بالكريدت كارد. ممكن أدفع بالكريدت كارد. ممكن تديني وصل. ممكن تديني وصل. And here are some useful vocabulary for shopping. طبيعي. طبيعي. خالي من الجلوتين. خالي من الجلوتين. قليل الدسم. قليل الدسم. السعرات الحرارية. السعرات الحرارية. حساسية. حساسية. صناعة محلية. صناعة محلية. سوق. سوق. دكان. دكان. محل. محل. مول. مول. كشك. كشك. عرض خاص. عرض خاص. تنزيلات. تنزيلات. جزار. جزار. غالي. رخيص. غالي. رخيص. جرام. كيلو.
جرام، كيلو. سيد الدكان، سيد الدكان. سعر، سعر. كاشير، كاشير. مفتوح، مغلق. مفتوح، مغلق. Thank you very much for watching. شكرا جزيلا. مع السلامة.